الفل قوي. وموضوع مهم كالعادة، مقاومة الأنسولين وأهمية الأنسولين أصلا في الجسم، وإزاي الأنسولين بيؤثر بشكل كبير جدا على صحة الإنسان، وممكن إن إحنا لو أهملنا الأنسولين يحصل لا قدر الله برضو يعني تبعات مش حلوة، أمراض مش كويسة جدا. ممكن نبدأ من النقطة دي بعد كده نخش في تفاصيل. نعرف الناس إيه الأنسولين ده أصلا؟ بالظبط، ده هرمون تخزين الدهون في الجسم، والهرمون المسؤول عن تظبيط نسبة السكر في الدم. يعني أنا أي حاجة باكلها نشويات او كربوهيدرات عامه، سواء نشويات او سكريات، بتترجم في الجسم السكر. السكر ده المفروض ان هو يتكسر عشان يخش الخلايا ويديني الطاقه اللي انا محتاجها. اللي بيكسر بقى السكر ويدخله الخلايا ده هو الانسولين. تمام. فلو انا عندي مشكله في الانسولين هيحصل ايه؟ انه هيبقى السكر مش قادر يخش جوه الخليه، والخلية مش قادرة تستهلكه في إنتاج طاقة، فهيبقى عندي مستوى سكر عالي في جسمي، فهخزن دهون أكتر، فهزيد في الوزن. بالظبط. تمام. عشان كده دايما إحنا الدايتس اللي إحنا بنتبعها الأبروتش بتاعها اسمها هرمونال أبروتش، مش بس معتمدة على الكالوريك إنتاج بتاعي، لا هي معتمدة كمان على تظبيط الهرمونز اللي هي أهمها الإنسولين. تمام. طيب يعني إيه بقى مقاومة إنسولين؟ معناها هبسطها قوي كده، انه بالظبط بالظبط كأن السكر ده عايز يدخل الباب اللي هو بتاع الخلية، بيخبط على الباب، الانسولين المفروض هو اللي يفتح له عشان يدخله. اوكي. فالسكر بيخبط وما فيش حد سامع، فاهمة؟ فالخلية مش حاسة بالسكر المفروض يدخل، الخلية مش حاسة بالانسولين اللي المفروض يدخل السكر ده الخلية. فدي معنى مقاومة الإنسولين، اللي هي بعد كده لما الموضوع بيتطور بيجيب مرض السكر. إنه خلاص بقى بيبقى عندي خلل في استقبال الخلايا نفسها للسكر ده، أو خلل في إفراز الهرمون بتاع الإنسولين ده. وده دايما السبب الرئيسي فيه هي أسلوب حياتنا أو الطريقة اللي احنا بناكل بيها أصلا، بالذات الاعتماد الكلي على الحاجات اللي كلها دي ابيض وسكر ابيض والمشتقات بتاعتهم بكميه كبيره وعلى مدى بعيد. طبيعي جدا ان انا يحصل لي خلل في الانسولين، لان انا المفروض في العادي ان انا باخد سكر قد كده، فانسولين بيتفرز قد كده، بيكسر السكر ده بيرجعه للمستوى الطبيعي. فالحاجات اللي فيها سكر ابيض ودي ابيض مش بترفع لي السكر كده، هي بترفع لي السكر كده، فاهمه؟ قد كده. دي بقى داخله في العصاير الصناعيه وفي الاكل، كل حاجه فيها سكر دي. او فيها دي ابيض، او حتى بدايل السكر غير ستيفيا. يعني الدايت سويتنرز اللي الناس بتستخدمها اللي هي المفروض زيرو شوجر وزيرو كالوري. ما تقوليش هتصدميني. ايه بقى؟ هصدمك الحقيقه. انا معتمد عليه وبفتكر ان احنا كده بنخس وان احنا ستيفيا اوكي. لانه ستيفيا التحليه بتاعته جايه من النبات نفسه. أوكي. النبات نفسه هو اصلا مسكر، فهم واخدين التحليه منه، فدي حاجه طبيعيه اوكي ان احنا نستخدمها بدايل سكر، مش بتستفز الانسولين وما فيهاش سعرات. الحاجات التانية ما فيهاش سعرات بس بتستفز الانسولين. اوكي. اي بدايل سكر غير ستيفيا بتستفز الانسولين، فبتعمل نفس الشغل اللي السكر بيعمله بالظبط. فبيجي بقى لما بيبقى فيه نسبة سكر عالية في الدم، المفروض ان الجسم البنكرياس يحفز الانسولين ان هو يتفرز بكمية عالية عشان يقدر يكسر كل السكر ده. اوكي. فده ضغط على الجسم نفسه، ده ضغط على البنكرياس نفسه، ده هو ده اللي بيخلي يبقى فيه خلل بعد كده في الانسولين، ان هو ما بيتفرزش بالنسبة الطبيعية، بيخلي الناس يجي لها مقاومة او يجي لها سكر.